السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد للقناة هنتكلم النهاردة على موضوع جديد، وهو مفاجأة كبيرة جدا قدمتها شركة هواوي من يومين ثلاثة. ايه هي المفاجأة؟ كلنا نعرف طبعا المشكلة اللي حصلت لهواوي مع العزل الامريكي اللي حصل لها، ان هي ما بقاش بتستخدم خدمات جوجل وانها بتستخدم اندرويد من غير خدمات جوجل، وده طبعا اثر بشكل كبير جدا على المبيعات الخاصه بيها وعلى الاستمراريه الخاصه بالشركه، وادى فرصه لشركات صغيره كتير ان هي تكبر وتحقق مكانه كبيره. وكانت هواوي كانت المنافس الرئيسي لشركه سامسونج، وطبعا مش عارف ناس كتير تعرف المعلومه دي ولا لا، بس هواوي كانت ماشيه بنجاح كبير جدا، وكان عندها بروسيسور خاص بيها اللي هو الكيرن هاي سيليكون، كان محقق نجاحات كبيره جدا، وكانت بتقدم هاردوير كويس جدا، وكانت خدت كتير جدا من اهتمام الناس وحققت مبيعات بشكل كبير وثقه كبيره جدا للجمهور. بعد ما حصلت المشكله دي اللي حصل ان هم قالوا هواوي لن تموت. طيب هنعمل ايه؟ احنا يا جماعه عندنا سوفت وير بنطوره من سنه 2012 وهو هارموني او اس، وكانت دي الحاجه اللي هم قالوها في المؤتمر، بس كل الناس قالت ممكن يكونوا هم بيقولوا كده عشان يحاولوا ان هم يكسبوا وقت، يحاولوا ان هم يحسسوا ان ما حصلش حاجه وان الدنيا تمام، لحد ما جينا يوم 2/6/2021 وتبدا هواوي بالمفاجاه الكبيره اللي هي وعدت بيها وتبدا فعلا تحققها الواقع، وهو هارموني او اس. طيب السوفت وير اللي هما بيتكلموا عليه هو سوفت وير قايم على فكره الايكو سيستم. طيب بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو سوفت وير اول ميزه بيقدمها لك ان لو في مطور بيطور عليه اب، الاب ده هو مش محتاج ان هو يعدله في كل ديفايس هيشتغل، بمعنى ان هو دلوقتي السوفت وير ده مفترض ان هو يشتغل على الموبايلات، عنده قابليه يشتغل على اجهزه اللابتوب، ممكن يشتغل على تابلتس، يشتغل كمان على شاشات سمارت تي في، وممكن كمان ان هو بيشتغل برضو على ساعات سواء بقى الباند او الواتش. تمام، اوريدي هواوي عندها براندات موجوده اوريدي خاصه بيها في السوق، فكده بنتكلم في الشركتين الكبار اللي هما هواوي واونر، اللي هما يعتبروا شركه واحده، عندهم دلوقتي قنبله كبيره جدا وهي هارموني او اس. طيب الحاجه كمان بقى المفاجاه ان الشركات الصينيه كمان في ظهرهم، يعني احنا قريب جدا ممكن ودي معلومه مؤكده قريب جدا هنشوف موبايلات من شاومي عليها هارموني او اس، وممكن برضو تلاقي براندات تانية صيني تبدا ان هي تدخل في الموضوع، فما تستبعدش لما تلاقي شركه كبيره زي شركه اوبو بالبراندات بتاعتها اوبو ريمي وفيفو وون بلس، بحيث ان هم ينزلوا بهارموني او اس، وممكن برضو نقدر نشوف لينوفو، وممكن نقدر نشوف زد تي اي، وممكن كمان برضو نشوف اتش تي سي. فعندنا كذا حاجه، رغم ان اتش تي سي هي طبعا شركه حاليا تايلانديه، لكن هي برضو تعتبر ليها علاقه باسيا، فطبعا اعتقد بشكل كبير جدا ان هم هيظهروا معاه ويبقوا في ظهره. طيب هو هيبقى منافس الى اي مدى مع العملاق الكبير اندرويد؟ طيب الحاجه برضو المبشره اللي قالوها في السوفت من مميزاته، ان انا دلوقتي لما باجي مثلا اوصل الموبايل بتاعي او اعمل بيرنج مع جهاز تاني زي مثلا شاشه، زي مثلا سماعه، زي وات ايفر، ايه الحاجه اللي انا كنت عارفها. لكن في الاندرويد والاي او اس نقعد نعمل بير وندخل ارقام ونعمل سينكرونايزيشن او تزامن للاجهزه مع بعض علشان تبدا الاجهزه تقبل انها تشتغل مع بعض. هنا الموضوع مختلف، هنا انا بحس ان العالم كله من حواليا وانا عايز اوصل ايه بايه، توصل من غير اي مشاكل، فدي طبعا حاجه قويه جدا. الحاجه برضو قويه جدا اللي هم اعلنوا عنها ان هو الجهاز هيقدر يعمل ماتشنج مع اي هاردوير، يعني حتى الهاردوير لو ضعيف اوكي مفيش مشكله. كانت احد عيوب الاندرويد ان انا لما باجي اطور او اجي ان انا احدث من السوفت وير بتاعي لفيرجن في التاني بيبدا الموبايل يتقل. هديلكم مثال بسيط، شركه مثلا سامسونج وهي شركه قويه جدا، اهم براندين بتقدمهم النوت والاس بيبقوا في منتهى السلاسه ومنتهى الجمال، نفس السوفت وير ده لما تيجي تلاقيه مثلا على فئه زي الام والفئه دي بتحس ان الجهاز تقيل شويه ويلاحظ جدا. طيب ليه؟ لان مش نفس الهاردوير، مش نفس قوه الهاردوير. هنا بيقول لك لا الهاردوير هنا هيبقى اقوى، الهاردوير هنا سوري السوفت وير هنا كومباتبل مع اي حاجه. طيب هما هدفهم في السنه الاولى ان هم يوصلوا ل 400 مليون جهاز ديفايس بقى وات ايفر هو ايه،
يبقى عليه هارموني اس، سواء ساعه سواء لابتوب سواء موبايل سواء مثلا سمارت تي في. اوريدي على فكره في الصين شاشات سمارت هي عليها، هي شاشات خاصة بهواوي. طبعا هي حاليا مش سمارت، يعني حاليا هي اندرويد تي في، لكن هتتطور انها ممكن بعد كده ينزل عليها هارموني او اس. وكمان المفاجأة برضو العملية، كل الناس اللي عندها، مش كل الناس اللي عندها هواوي، يعني نوعية موبايلات معينة من الناس اللي عندها هواوي اللي صبرت عليهم واللي كملت معاهم، ان هم هيتعمل لهم ابجريد في الفترة الجاية. طبعا هيتعمل الاول للميت والبي اللي هم يعتبروا الفئة الاعلى عندهم، وبعد كده هيعملوا ابجريد لكذا جهاز لهارموني اس. فالناس دي بعد ما كانت جايبه موبايلات بتفكر تبيعها، لا ما تفكرش تبيعها، خليها هيبقى لها قيمه. ده كمان الحاجه برضو المبشره جدا، ان هم غير بقى السلاسه وغير الدنيا بسيطه، ان هو كمان برضو هيبقى مع فكره الاوبن سورس زي الاندرويد. فبالتالي انا اقدر ان انا اقدر اي مطور يقدر ان هو يوفر له اب، وهم اوريدي خدوا الخطوه بتاعت اللي هي هواوي اب جالوري وبدأت تكبر بشكل كبير جدا. الحاجة برضو اللي هم اعتقد برضو انها مبشرة جدا، غير ان هم برضو اوبن سورس وغير ان الدنيا دي كلها، الحاجة الجميلة جدا ان هم عملوها ان هو الانترفيس بتاع هارموني او اس هو شبيه جدا من الاندرويد، فبالتالي المستخدم مش هيحس بان حصل له اختلاف كبير. فبالتالي دي حاجة برضو تخليه يقبل على السيستم ان هو يبقى بسيط. نجاح الاندرويد الاساسي كان في البساطه، فهو برضو قايم على فكره البساطه. فيا ترى هل هم هينجحوا ان هم فعلا يحققوا اللي هم عايزينه؟ هل هو هيبقى فعلا سوفت وير قوي مبشر؟ الحاجه الجميله في ان هو يخلق منافسه، بعد ما كان في اي او اس وفي اندرويد بس، لا هيبقى في كمان هارموني او اس، ومنافس قوي ومنافس شرس. وهواوي اعتقد ان هي كده خلاص بقى مصيرها بايديها، وخلاص بقى عندها سوفت وير خاص بيها، عندها اجهزه على مستوى عالي جدا، بتستخدم هارد وير كويس جدا، عملت اتفاقات حلوه جدا، عندها اجهزه لابتوب خاصه بيها، ممكن تعمل مفاجاه وضجه كبيره جدا انها تنزل عليها هارموني او اس ويبقى بديل للويندوز. وطبعا دي تبقى حاجه يعني هتعمل ثوره في عالم الاتصالات. فهنشوف في الايام الجايه يا ترى هواوي هتقدر تعمل ايه، لكن هي بصراحه مفاجاه تستحق جدا ان احنا نطلع ونتكلم عليها. وشكرا، واتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالدعم باللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم.